بدنا نحكي اليوم على الدوار الدهليزي أو دوار الوضعية الدهليزي. الحقيقة نحن بنعرف أنه توازن الجسم يتم عن طريق القوقعتين الموجودتين بالإذن الباطني، فبنسميها نحن في 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 هذه في كل قوقعة بالإذن الباطني. الحقيقة هي عبارة عن الشكل العظمي الخارجي، وهذا الشكل العظمي الخارجي نفسه يكون على شكل غضروف في داخل القوقعة. يعني أنا بمثلها بشكل كتير بسيط كزجاجة ماء موجودة فيها زجاجة أصغر، بينهم طبعا سائل. عندما يحدث أي تحويل في وضعية الإنسان بنشبهها، إذا صار لدينا أي تحول في وضعية الزجاجة فتتحرك الزجاجة الداخلية، يسبح في المادة الموجودة بينهما عند الإنسان اسمه إندولينف، تسبح فيها نهايات عصبية. عندما تتحرك، عندما يكون هناك أي حركة للرأس، يتحرك القسم الغضروفي فيحرك معه السائل اللي هو الإندولينف، فيعطي منعكسات لنهايات عصبية تسبح في هذا السائل، يعطي أوامر للدماغ التي يعني اللي بدوره بيعطي أوامر للعضلات لتثبت الإنسان بحالة معينة. عندما يحدث أي خلل في هذا القسم من الإذن، إن الحقيقة الشائع دائما بيقول لك التهاب إذن وسطى، التهاب إذن وسطى، هو ليس التهاب إذن وسطى، هو خلل في الإذن الباطني يكون ناتج عن مرض من الأمراض. أكثر الأمراض شيوعا والتي تسبب الدوار الوضعي الدهليزي هي إما ضغط أو السكري أو نقص الكلس أو فقر الدم. يعني أكثر الأعراض أو أكثر الأسباب شيوعا هي هذه الأمراض. الضغط بنشوف تحريض للدوار الدهليزي عند مرضى الضغط، وخاصة إذا كان هناك ارتياب في الضغط، يعني اليوم خرج عن الحمية، أكل أكلة معينة، ارتفع الضغط، أخذ حبة، نزل الضغط، فارتياب الضغط يعني ارتفاع وهبوط الضغط ليومين أو ثلاث ممكن يسبب لنا خلل بالدهاليز، ممكن يصير عندنا دوار وضعية دهليزي. ممكن يكون السبب نقص الكلس، هذا بنلاحظه الحقيقة نحن عند النساء وخاصة في فترة الحمل أو فترة الإرضاع، لأنه هن في فترة الحمل بيكونوا عم يعطوا من الكلس من الجسم، عم يعطوا للجنين لتكون الجهاز العظمي، وعند يعني عند الإرضاع بيكونوا عم يعطوا الحليب، الحليب طبعا في نسبة كبيرة من الكلس. لما الأم ما بتعوض هذه المواد المفقودة سواء للجنين أو للطفل، ما بتعوضها بمواد يعني غذائية موجود فيها الكلس، ممكن أنه هي تتعرض يصير معها دوار دهليزي. حكينا على فقر الدم، ممكن طبعا فقر الدم ممكن يكون له أسباب كثيرة، ممكن يكون ناتج عن عوز الحديد، عوز الحديد ممكن ناتج يمكن يكون ناتج عن سوء امتصاص أو قلة وارد أو أي مشكلة. طبعا هاي يعني بيصير عنا موضوع آخر. في يوجد هناك عدة أنواع للدوار، نحن بنسميهم في دوار السفر اللي بيكون حقيقة ينتج عادة عن استخدام وسائط النقل العادية، ممكن بيلاحظنا بيقول الطفل أو الإنسان المريض بيقول إنه نحن يعني أنا بلاحظ بس أركب بالميكرو أو بالسيارة لمسافة معينة، وخاصة إذا كان يعني المسار سيء أو الطريق سيء فممكن يكون في اهتزاز أكثر، فكل ما كان في اهتزاز
للرأس أو التغير لوضعية الرأس أكثر، كل ما كان صار في عنا تحريض أكثر. وفي دوار البحر في كتير ناس يعني كمان اللي بيركبوا يعني اللي بيسافروا بالبواخر ممكن إنه يصير معهم دوار بحر، طبعا كان ناتج عن اهتزاز المركب، أو حتى في الطائرة ممكن يصير عنا في دوار. الحقيقة الدوارات يعني الدوار الدهليزي له أشكال متعددة، أسبابه كثيرة. نحن الفحص مباشر أنه باختبارات معينة نقوم بتغيير وضعية الرأس بأشكال معينة، إذا تحرض الدوار الدهليزي فنحن نسميه دوار وضعية دهليزي، أي الدوار الذي ينتج عن تغير وضعية الرأس. نحن الحقيقة النصائح اللي بنعطيها للناس اللي ممكن يصير عندهم دوار وضعية دهليزي هو أولا أن نعرف السبب، يعني أن نعطي دواء للدوار الدهليزي دون علاج السبب بيكون مرحلي وآني، أما إذا عرفنا السبب فإزالة السبب تؤدي إلى تحسن الحالة بشكل عام وعدم التعرض لهجمات الدوار. نحن قلنا انه الدوار الوضعي ممكن يكون له عده اسباب، ممكن يكون في امراض كثيره هي المسببه للدوار الوضعيه، يعني ليس الشائع انه التهاب الاذن الوسطى هو السبب الاساسي للدوار الدهليزي، لانه هو القوقعه او الدهاليز موجودة في الإذن الباطني. أسباب أنه ممكن يكون في التهاب إذن وسطى، سواء التهاب إذن وسطى مصلي أو قيحي، ممكن يحرض، يعني من أحد الأسباب اللي بتحرض على التهاب أنه التعرض إلى الدوار الوضعية. فلذلك الحقيقة نحن لما من النصائح اللي نعطيها للأهل أنه أعطاء أهمية كبيرة لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، ومنا الالتهاب منا مثل ما حكينا ضخامة الناميات أو وجود لوزات جرابية عم تسبب التهابات متكررة، ممكن أنه تنتقل عن طريق نفير أوستاش فتسبب التهاب بالأذن الوسطى، وبالتالي بالتماس ممكن يصير تخريش وممكن يصير في يعني تحريض لهجمة دوار دهليزي. نحن في الحقيقة النصائح اللي نعطيها دائما للناس اللي عم بيصير عندهم هجمات للدوار الدهليزي، في اللي يتماشى مع الدوار الدهليزي في شيء اسمه عنا داء مينير. داء مينير الحقيقة هو الدوار الدهليزي اللي بيصير على مراحل معينة، يعني في ناس بيصير عندهم مثلا كل أسبوع أو كل أسبوعين بيصير عندهم هجمة لداء مينير، اللي هو يعني من أحد أعراضه هو الدوار انخفاض السمع، المريض بسمع وشة أو طنين بأذنيه. الحقيقة هذا المرض اللي هو أحد أعراضه الرئيسية هو الدوار الدهليزي، ممكن يصير على شكل هجمات. الدواء يعني عندما نعطي دواء هو يباعد بين الهجمات ويجعل مدة الهجمة أقصر، يعني ممكن يكون المريض عم بيصير عنده الهجمة كل مثلا أسبوعين، ممكن يكون عنده كل 4-5 أيام وتمتد لنصف ساعة. نحن الدواء إذا كان عم بيصير عنده كل 4-5 أيام تمتد لنصف ساعة ممكن نعطيه دواء، فمع الوقت بيصير عنده الهجمة بيصير كل شهر أو كل شهرين وبتمتد لمدة عدة دقائق. فداء مينير يتماشى مع الدوار الدهليزي، اللي الناس اللي عندهم بيشعروا انه بصير عندهم دوار، سواء دوار سفر او دوار بحر او دوار حتى نسميه حتى دوار الطائرة، الحقيقة نحن بنعطيهم نصائح انه قبل السفر اذا كانوا
في فترة العلاج، فقدر قبل السفر ممكن نحن نضاعف الجرعة. يعني إذا كان مثلا عم ياخذ حبة صباحا ومساء، بنقول له قبل ساعتين أو ثلاثة من السفر ياخذ، نضاعف له الجرعة، ممكن ياخذ حبتين قبل السفر. نحن ننصح طبعا بهيك حالات إنه ما يكون خاصة إذا كان التنقل، يعني نحن نعرف يعني أغلب السفر ممكن يكون داخل المحافظات، فيكون بوسائل نقل مريحة، يعني ما يكون في يعني حتى طبعا نحن ما عشان ننتقي السائق، لكن كل ما كان في هدوء بالانتقال من مكان إلى آخر، كل ما بيكون عندنا تحريض للهزمة بيكون يعني أقل بكثير. خاصة عند الكبار بالسن ننصحهم كثير انه يعني قبل على الاقل يومين او ثلاثة من السفر عدم التغذية بالشحوم والدهون، يعني يكون نحن بنقول انه يكون حركة الدم سلسة، فبيكون التروية والتغذية للخلايا العصبية وخاصة الخلايا في بالدهاليز الموجودة بالإذن الباطني، عندما يكون تدفق الدم أفضل فيكون الأكسجة أفضل والتغذية أفضل.